وللحديث عن الصراع على الموازنة بين الأحزاب وتأثير ذلك على الدولة والخدمات في العراق تزامنا مع الأزمة الاقتصادية، معنا من لندن نعمة الراوي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور نعمة. بداية، في أي سياق تقرأ ما يجري من صراع بين الأحزاب السياسية على إقرار الموازنة؟ من أي باب ينطلق؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. أهلا بك. طبعا ينطلق من مصالح ضيقة هي تصارع بين الأحزاب المتصارعة في العراق. نعم. أي بين النصر وبين الفتح وبين عصائب وبين شلة من الأحزاب المتناقضة في المصالح وفي البعد الاستراتيجي والتنموي والاقتصادي، كل يبحث عن مصلحته، وليس هنالك من مصلحة للعراقيين الذين يصارعون لقوت يومهم ومعيشتهم. نعم. دكتور نعمة، هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تأخير الموازنة بهذا الشكل كما تعلم، ما الذي يمنع من الوصول إلى نقطة تجمع كل الأطراف في ظل الأزمات التي تعاني منها كل المحافظات لا سيما الواقعة في كردستان العراق؟ أخي الكريم، هنالك تراكمات كثيرة بين المركز وبين كردستان. نعم. أي بمعنى أنه هذه التراكمات من 2014 إلى حد الآن لم تحل وتدور كل سنة إلى السنة الأخرى، وهنالك كثير من المظالم التي تحدث سواء للشعب العراقي في بغداد أو حتى لكردستان. نعم. أي بمعنى أنه هذه المصالح ما تنقسم بين السياسيين في كردستان وفي بغداد. نعم. وعليه فإن مصلحة الشعب العراقي سواء في بغداد أو كردستان ليس لها نصيب من قبل هؤلاء السياسيين. نعم. الذين يتخبطون في تصرفاتهم وفي ملاحظاتهم. في سؤالي الجديد، هناك الكثير من المعلومات التي تحدثت عن رفض شعبي للانتخابات القادمة ومشاركة الأحزاب فيها، استخدام الموازنة بهذا الشكل كوسيلة ضغط في الانتخابات المبكرة القادمة ألا يؤكد توجهات وقرار الشارع العراقي بالمقاطعة؟ أنا أعتقد أنه الشارع العراقي سيلعب دور حاسم في تغيير هؤلاء الوجوه الكادحة التي جثمت على صدور العراقيين من 2003 إلى حد هذا اليوم. نعم. وعليه فإن الشعب العراقي سيقول كلمته في أن يجعل رؤوس هؤلاء السياسيين سياسية الصدفة بأن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى حيثما أتوا وهم كانوا ناس لا علم ولا مال ولا جاه ولا أي بعد لديهم سواء اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي. نعم. ولذلك الشعب العراقي يمكن صبر عليهم فترة طويلة، وعليه فإن الصبر له حدود وسيرميهم في مزبلة التاريخ، وليس عليهم أي حسد وليس عليهم أي. نعم دكتور، باعتقادكم ماذا عن المحافظات المنتجة للنفط وهي التي تعتمد عليها الموازنة؟ هل يمكن أن تقوم هذه المحافظات بخطوة معينة في المرحلة المقبلة؟ أخي العزيز، يعني حقيقة أنا مسألة أنه البصرة أعتقد مظلومة ظلما كبيرا إذا سويتها واحد من أعشار من الميزانية وكردستان 13% تقريبا، فهذا ظلم جائر. ظلم جائر لمحافظة البصرة. محافظة البصرة لعبت دور أساسي. نعم. وتلقت اللكمات وتلقت الضربات وهي منتج أساسي للنفط، وعليه يجب أن تكون هنالك حصة مثل ما يقول لها قيمة بنيوية تحتية اقتصادية لتلعب دور أساسي في بنية المجتمع. نعم. وفي البنية الاقتصادية التي يمكن للعراق أن يعتمد عليها. ف
فكيف هي 70 تقريبا بالمئة إلى 90% من النفط هي تنتج، وبالتالي لها 1.1% من ميزانية العراق؟ هذا ظلم. هذا في سؤالي الجديد لك دكتور نعمة، يعني من المستفيد منذ هذه الأزمة الاقتصادية وضرب الاقتصاد العراقي؟ هناك اتهامات للصين وإيران بجعل العراق ممرا لمرور البضائع وتدمير اقتصاده. حقيقة أنا بدي أنه يكون هنالك نقاش وموضوع خاص عن الاتفاقية الصينية الإيرانية لما لها من مخاطر جمة على الشارع العربي بشكل عام والشارع العراقي أو على العراق بشكل خاص. لأن هذه الاتفاقية لها أبعاد اقتصادية، لها أبعاد سياسية، لها أبعاد أمنية، لها أبعاد اجتماعية، ولذلك يجب أن نحذر من هذه الاتفاقية الملغومة التي نصبتها لنا إيران والصين، والصين تبحث عن مصالحها ونحن يجب أن نبحث أيضا عن مصالحنا. في سؤالي الأخير إليك دكتور نعمة، يعني ما المطلوب حاليا لتجاوز هذه الأزمات بالعراق بشكل عام؟ المطلوب أن الشعب العراقي أن يهض وينتفض بوجه هذه الطغمة الفاسدة التي أفسدت الناس وأفسدت الحبس والنسل. لذلك يجب أن يكون هنالك توجه لرفض هذا الانتخابات السقيمة التي ليس لها معنى في ظل هؤلاء السياسيين سياسي الصدفة الذين هم تابعين لإيران وغير إيران. ولذلك نحن نريد عراقيين كما في البصرة، كما في الناصرية، كما في الأنبار، كما في صلاح الدين، كما في النجف، ناس شرفاء يقودون العراق بأي كان، ليس هؤلاء هم الذين يقودون العراق لأنهم ليسوا قادة. شكرا دكتور نعمة الراوي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.